مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد في تأمل جديد والكتاب المقدس وآية اليوم. كمان نبغى نتكلم اليوم مع بولس. وأما هم بولس وبرنابا فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكيا بسيدية ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا، وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الإخوة، إن كان عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس وأشار بيده. أعمال الرسل 13 لآيات 14 إلى 16. أشجعك تروح الحين على البيت بعد هذه الحلقة وتقرأ هذا الإصحاح للأخير. تلاقي إنه بولس يتكلم مع الشعب اليهودي هناك وفي داخل المجمع عن مين؟ عن المسيح يسوع الناصري. وهذا الموقف يذكرني موقف صار معي في الجامعة اللي كنت أدرس فيها الدكتوراه، حيث يوجد مركز للعبادة يستخدمه الطلاب من مختلف الأديان بحكم أننا عايشين حنا بدولة ديمقراطية. فأنا رحت على هذا المركز يوم الجمعة وقت صلاة الظهر ولقيت بعض الطلاب السعوديين المسلمين هناك، فسألتهم: هل هناك من يخطب بكم الجمعة؟ فقالوا: لا، حنا نصلي الظهر. قلت لهم: تبغوني أخطب فيكم الجمعة؟ فقالوا: يا ريت. قلت: يلا. فصرت أحدثهم عن المسيح وإيش سوى المسيح وكيف كان المسيح يشفي المرضى ويقيم الموتى وكيف المسيح تجسد وصلب ومات وفي اليوم الثالث قام. وطول الخطبة كنت أخطب بهم عن المسيح علشان تتحقق نبوءة في الكتاب المقدس تقول: انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا وهلكوا، لأني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. أعمال الرسل 13:41. كالمعتاد، مثل ما صار إنه المدينة كلها اجتمعت عشان تسمع بولس حسب الآية 44، هم بعد صار معي واجتمع عندي الطلاب من مختلف الأديان حتى الملحدين كمان عشان يسمعون قصص المسيح، لأنهم كانوا يقولون إنهم يفرحون لمن يسمعوني أتكلم معهم عن المسيح يسوع. لكن في نفس الوقت هناك فئة حاقدة تنقهر لما تشوف الناس تفرح حسب الآية 45-46، ونفس الشيء صار معي. هناك من حاول إيقافي بشتى الوسائل، اللي حاول يشتت انتباه السامعين عني أو البصق في وجهي أو محاولة قتلي أو حط لي السم في الأكل. لكن أعود وأقول: هكذا أوصاني الرب، قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. أعمال 13:47. فهل تم إقحام أحد لتشتيت انتباه عن كلامك أو محاولة إيقافك وأنت تبشر بالمسيح أو تنشر هذا المقطع؟ فإذا صار معك هذا فأعلم أنك في الطريق الصحيح، وبركة المسيح معك اليوم وكل يوم. آمين.